أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلاب في كل مكان عبر منصة دمشق التربوية، يسعدنا أن نلتقي بكم هذا اللقاء الجديد في درس من دروس اللغة العربية القواعد المثنى وما يلحق به. معكم المدرس إياد السيد، ويسعدنا أن نتعرف على الطالبات والطلاب المشاركين. تفضلي. جورجيت مسرة، صبحية حنيفة، غزل الأطراش، محمد السيد، سيرين بشارة. اهلا وسهلا بكم جميعا، نتمنى ان نستفيد ونتمتع بهذا الدرس. نبدا مع طالبه، تفضلي. مرحبا اصدقائي، اليوم سوف نتعرف على المثنى. من يعطيني اقسام الكلمه؟ تفضل. اسم فعل حرف. من يعطيني اسماء ثلاثه اقسام الاسم؟ تفضلي. مفرد ومثنى وجمع. من يقرا لي الامثله التاليه؟ العلم والتربيه حصنان منيعان في وجه اعداء البلاد، ترى قلعتين تحكيان تاريخ جزيره ارواد، كتب الشاعر قصيده عن اثرين من اثار بلاده، عيناك علمتاه الشعر. من تخرج لي المثنى في الجمله الاولى؟ حصنان منيعان، مفرد حصن، مفرد حصنان حصن، مفرد منيعان منيع. من تعرفها؟ حصنان مبتدا مرفوع علامه رفعه الالف لانه مثنى، ومثنى والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. منيعان صفه حصنان مرفوعه وعلامه رفعها الالف لانها مثنى والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. من تستخرج لي المثنى في الجمله الثانيه؟ تفضل. قلعتين. من تعرف ما مفرد قلعتين؟ قلعة. من تعرفها؟ مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. من تستخرج لي المثنى في الجملة الثالثة؟ أثرين، مفردها أثر. تفضلي. اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. من تستخرج لي المثنى في الجملة الرابعة؟ تفضلي. عيناك مفردها عين. تفضلي. مبتدأ مرفوع علامة رفعها الألف لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. من تقرأ لي القاعدة الآن؟ تفضلي. المثنى اسم يدل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون مكسورة في حالة الرفع، وياء مفتوحة ما قبلها، ونون مكسورة في حالة النصب والجر. تحذف النون للاسم المثنى عند اضافته الى ما بعده. من يعطيني مثال في حالة الرفع؟ جاء مهندسا المدينة. وفي حالة النصب؟ شاهدت المهندسين. والجر؟ أعجبت بالعاملين. والآن سوف ننتقل، سوف نكفي الدرس مع زميلتنا صبحية حنيفة. والآن فلنتابع الدرس. من يقرأ للتطبيق ويستخرج المثنى ويعربه؟ غزل، اقرأ التطبيق. قال سليم مزلركلي: دمشق ولي في غوطتيك معاهد، وقفت لها قلبي وشعري يجودها. أحسنت. من يستخرج لي المثنى ويعربه؟ غوطتيك. اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. طالبات العزيزات، من تعرب لي وقفته؟ وقفت. تفضلي. فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. معاهد، ما مفرد معاهد؟ تفضلي. معهد. معهد. متابع. الآن نتابع الدرس. من يقرأ لي المثالين ويستخرج منهما المثنى؟ محمد. فاز اللاعبان بالمسابقة. اللاعبان. التي تليها. قرأت الكتابين. كتابين. والآن نقرأ النشاط الآتي. من يقرأ لي الجمل؟ سيرين. المسجد الأموي وقصر العظم معلمان أثريان وكلاهما مشهور، تجد في كليهما آثارا زخرفية بديعة فترى كليهما عظيما، أوغريت وتدمر آبدتان خديمتان وكلتاهما في بلادي،
ترى في كلتيهما نقوشا مكتوبة مهمة فتحب كلتيهما. هذان اثنان مجدان وهاتان اثنتان مجدتان. أكرمت الاثنين المجدين والاثنتين المجدتين. شكرا لك. الآن من يستخرج لي المثنى من أول جملتين؟ معلمان أثريان وكلاهما، وفي جملة الثانية كلاهما وكلاهما. التي تليها في الجملة الثالثة عابدتان قديمتان، وفي الجملة الرابعة كلتيهما وكلتيهما. بجملة الخامسة اثنان واثنتان، والتي تليها اثنين واثنتين. ألا مجدان ومجدتان؟ بل أليست مثنى؟ إذن مجدان ومجدتان أيضا من المثنى. وأيضا نتمنى أن نكون أيضا أنتم من الطالبات المجدات، من الطالبات المجدات المتميزات. شكرا. ونلاحظ الجمل الثلاثة الأولى تحدثت عن حضارة سوريا، عن قيمة المسجد الأموي وقصر العظيم، وعن ايضا اوغاريت وتدمر. ما واجبنا اتجاه الاثار؟ تفضلي. المحافظه عليها وعدم العبث بها. احسنتم. اذا لانها معالم حضاريه تعكس حضاره هذا البلد وتجلب لنا السياح. نعم. نتابع. نستنتج ان تلحق بالمثنى الالفاظ كلا وكلتا اذا اضيفتا الى ضمير اثنان واثنتين وتعرب اعرابه. يعني نحن بنعرب الجمله اعرابا عادي، إعراب جملة عادية. ولماذا يلحق الألفاظ الأربعة بالمثنى؟ محمد. لأن لا مفرد لها من اللفظة. شكرا. والآن نتابع مع الطالبة غزل. تفضل. نكمل الدرس. من تقرأ لي أولا؟ أحول ما وضع تحته خطف الجملة الآتية إلى مثنى. فاز كتاب الباحث بجائزة الدولة. من تعرب لي هذه الجملة كاملة؟ تفضل. فاز فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره. كتاب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. الباحث مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر الظاهر على آخره. بجائزة جار ومجرور. الدولة مضاف إليه. املأ الفراغات الآتية بما يناسبه. نريد تثنية بالمثنى. عزيزتي غزل، من يثني فاز كتاب الباحث؟ تفضلي. فاز كتاب الباحث بجائزتي الدولة. إذا ماذا حذفنا هنا؟ تفضلي. النون. لماذا حذفت النون؟ للإضافة. إذا تحذف النون عند الإضافة. وبجائزة كيف تصبح؟ كيف تفضل؟ بجائزتي. بجائزتي. ماذا حذفنا يا محمد؟ النون. لماذا؟ الإضافة. إذن تحذف النون عند الإضافة. نعم. املأ الفراغات الآتية بما يناسبه من الملحق بالمثنى. نجح الطالبان كلاهما في المسابقة. كرمت المدرسة اثنتين من الطالبات المتفوقات. القاعدة العامة، من يقرأ؟ القاعدة العامة. المثنى اسم يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون مكسورة في حالة الرفع، وياء مفتوحة ما قبلها، ونون مكسورة في حالة النصب والجر. تحذف النون الاسم المثنى عند إضافته إلى ما بعده. يلحق بالمثنى الألفاظ كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى ضمير اثنان واثنتان وتعرب إعرابه. إذن كم كلمة تلحق بالمثنى؟ تفضلي. أربع كلمات. ما هي؟ كلا وكلتا واثنان واثنتان. ماذا اشترطنا على كلا وكلتا إذا أضيفتا؟ أن يأتي بعدهما ضمير. إذن اشترطنا أن يلحق بهما ضمير، أن تكون مضافتا إلى ضمير. نعم. والآن نكمل مع زميلتنا سيرين. تفضلي. نكمل الدرس. من يقرأ لي المثالان المعربان؟ تفضلي. الشابان مخلصان في العمل. الشابان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. مخلصان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. فيه حرف جر. العمل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.
نلاحظ أن أهم ميزات الإنسان الإخلاص في العمل، وخصوصا إذا كانوا في الشباب، الشباب مخلصان في العمل، يجب أن نخلص في العمل. وأيضا نحن كطلاب ومعلمين يجب أن نخلص في عطائنا في عملنا، لأن الإخلاص من أسباب التفوق، أحد أسباب التفوق. أيضا ننتقل إلى المثال الثاني. من يقرأ؟ تفضلي. جاء كلاهما، جاء فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، كلاهما فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وهما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. أحسنتي. الآن سوف ننهي درسنا. من يعطيني جملة يوجد فيها مثنى في حالة النصب؟ تفضل. جاء المهندسين. جاء مهندسان. من يصحح؟ هل الجملة صحيحة؟ نقول جاء المهندسان أم المهندسين؟ مهندسين. هل هذا صحيح؟ لا، يجب أن نقول المهندسان لأنه اجت في محل فاعل. نعم. والفاعل هو دائما مرفوع. نعم أيضا. وفي حالة الرفع من يعطيني؟ تفضلي. معلمان أثريان. أحسنتي. وأيضا محمد، هل لدي؟ جاء الطالبان. جاء الطالبان. تفضلي. جاء مهندسا. جاء المهندسة. مهندسا. المدينة. نعم. وفي حالة الجر؟ حالة الجر. تفضل. محمد تفضل. أعجبت بالمهندسين. أيضا. أعجبت بالفتاتين. هل لدي؟ تفضلي. أحببت الطالبتين. ياسرين. نعم أحببت الطالبتين. نعم. نود ياسرين أن يعطونا أمثلة على حذف النون عند الإضافة. من يعطينا؟ عن حذف النون جملة فيها مثنى على أن يكون النون محذوفة للإضافة. من لديه؟ تفضلي. قرأت كتابا عن حضارة سوريا. أيضا. شاهدت لوحتين الفنان الرائعتين. أحسنت. أيضا من لديه؟ تفضلي. قلعتا جزيرة صامدتان. طيب، جاء فلاح القرية، من يثنيها؟ تفضل. جاء فلاح القرية. أحسنت. إذا حذفنا النون للإضافة. شاهدت مهندس المدينة. تفضلي. شاهدت مهندسين المدينة. أحسنت. نعم. الآن سوف ننهي درسنا ونشكر المنصة التربوية السورية على دعمها لنا، ونتمنى لكم درسا موفقا. نتمنى وما يلحق. من يذكر بتعريف المثنى بشكل سريع؟ تفضلي. تفضلي. هو اسم يدل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون مكسورة في حالة الرفع، وياء مفتوحة ما قبلها، والنون مكسورة في حالة النصب والجر. تحذف النون لاسم المثنى عند اضافتها الى ما بعده. نعم، وقلنا هناك اربع كلمات تلحق بالمثنى، ما هي؟ تفضل. كلا وكلتا واثنين واثنتين. نعم، اشترطنا على ياسرين كلا وكلتا، ما هو الشرط؟ أن يضاف بعدهما ضمير. أحسنتم. إذن نتمنى أن نكون قد استفدنا، وأن يكون المشاهدين قد استفادوا من هذا الدرس الممتع. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، وشكرا للعاملين في المنصة دمشق التربوية. نتمنى أن نلتقي في دروس قادمة. شكرا للجميع. شكرا.